في هذا اليوم الثاني لهذه الفعاليات بعرق حول مدينتي فاس وكيوتو بعنوان البعد الثقافي وأوجه التشابه والتقارب، والذي سيكون تحت إشراف الأستاذ فؤاد الغزيزر طالب دكتوراه بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، ومن تقديم كل من الأستاذ عاهد صحيمي طالب دكتوراه في التاريخ المعاصر، السيد زكريا زين عابدين طالب لغة يابانية بالمركز الثقافي ساكورا، والسيدة أمينة نيت عبد الله وعلي طالبة اللغة اليابانية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، وكذا السيدة أسماء مايا طالبة لغة يابانية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله. يليها نقاش مفتوح بين كل من الجانب الياباني والجانب المغربي. وعن الجانب الياباني السيدة هايشي هيساكو أستاذة اللغة اليابانية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، والسيدة سيكيكو ياماتي أستاذة في الموروث الثقافي الياباني بمدينة كيوتو، وكذا السيدة ميتيكو مانوتا أستاذة في علوم التربية بمدينة كيوتو، وكذا السيدة أوتومو إيكو أستاذة في تربية الأطفال. وعن الجانب المغربي السيد حسن محب نائب عمدة مدينة فاس، وكذا السيدة ابتسام تحمان الإدريسي نائبة عمدة مدينة فاس.皆様お待たせいたしました。第1回歴史と歴史都市文化祭2日目を開催したいと思います。じゃあ、それではこれより、プレゼンテーションを始めたいと思います。プレゼンテーションの題は、フェズ東京都市の歴史と文化について点です。似ている点です。プレゼンテーションのリーダーは、フォナーズ・オジゼルさん、ドクターコースの、シジ・マハメド・ナドラ大学でドクターコースをやっている方です。フォナーズ・オジゼルさんです。はい。その後は、プレゼンテーション。 まずプレゼンテーションから始めたいと思います。第1回のプレゼンテーションは、アヒ・セヒミさん、シリマフナ・アトラ大学ドクターコース、現代史を研究している方です。その後は、ザカリア・ジン・アビディン、桜学校、日本語学校の学生で、その後は、アミナ・ナイザ・ブラファーディ、シリマフナ・アトラ大学日本語講座の学生で、その後は、アスマ・マイヤさん、日本語、同じく日本語学校の 学生です。その後は、話し合いをさせていただきます。日本人側は、林久子先生。その後、山出関子さん。京都、林先生は、シリマフナドラ大学日本語講座の先生です。山出関子さんは、京都の文化についての専門家です。ついでに、あ、違う。その、もう一人、もう二人。 を紹介したいと思います。マルタの美智子さん、教育の先生です。大友英子さん、子供の教育の先生です。モロッコ人側は、ハサン・モヒッツさん、副市長の第2番、まあ、副市長、フェズ市の副市長です。続いては、同じく副市長のジサム・テヘマニ・イブリッシーです。じゃあ、これより開催したいと思います。 أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم ضمن فعاليات اليوم الثاني لمهرجان التبادل الثقافي الأول بين مدينتي فاس وكيوتو. كما ذكر الزميلين، سنبقى مع ندوة في موضوع مدينتي فاس وكيوتو، البعد التاريخي والثقافي، أوجه التشابه والاختلاف. أولى هذه المداخلات ستكون للطالب الباحث عاهد الصحيمي، طالب باحث بجامعة سيدي محمد عبد الله متخصص في تاريخ المغرب المعاصر. سيحدثنا عن مدينة فاس وكيوتو، أوجه التشابه والتقارب الحضاري والتاريخي. فليتفضل مشكورا. بداية يشرفني أن أكون حاضرا في هذا المهرجان للتبادل الثقافي والتاريخي بين مدينتين عريقتين، مدينة فاس وكيوتو، وهما من أعرق المدن العالمية حاليا، التي تعتبران من أهم الوجهات السياحية العالمية. وعندما وكما ذلك أشكر يعني الساهرين على هذا المهرجان، وما أحوج المغرب اليوم من أجل انفتاح على دول صاعدة التي عرفت يعني مبادرات جديدة وكذلك حياة يمكننا أن نستفيد منها غير التي كان يتوجه نحوها المغرب سابقا. وكذلك أشكر الزميل فؤاد الذي دعاني لهذا المهرجان من أجل المشاركة بمداخلة
وضعت لها عنوان فاس كيوتو تقارب وتشابه تاريخي وحضاري. عموما عندما بدأت البحث في الموضوع وجدت أن هناك صعوبة أن نجد هناك فكرة تأثير وتأثر وكذلك التشابه بالمفهوم الحقيقي نظرا لأن المدينتين توجدان بعيدة عن بعضهما البعض وكذلك نشأتا في ظروف وبيئة دينية وحضارية وثقافية جد مختلفة جدا. فالفاس مثلا متأثرة ونشأت وفق العمارة الإسلامية في حين كيوتو نشأت وفق تصميم والتخطيط الصيني الذي كان مؤثرا في تلك المرحلة. ولكن رغم ذلك فإن الصدفة التاريخية دائما قد تكون أقوى من الدبلوماسية أو التخطيط المسبق لأن مدينة فاس وكيوتو عن طريق الصدفة سوف نجد أنهما أسستا في مرحلة جد متقاربة كثيرا فحتى سنوات الاختلاف الذي لازال مضروبا حاليا حول تأسيس مدينة فاس هل هو في عهد المولى إدريس الأول أم المولى إدريس الثاني الأزهر فإننا إذا اتخذنا الطاحين فإذا أسست مثلا في سنة 789 سوف تكون مدينة فاس أسست قبل مدينة كيوتو بست سنوات فقط في حين إذا كانت أسست سنة 1808 على عهد إدريس الثاني سوف تكون أسست بعد مدينة كيوتو بعد مدينة كيوتو ب14 سنة فقط لأن مدينة كيوتو أسست سنة 1794 وهو تقارب تاريخي جد يعني جاء وفق الصدفة خاصة إذا علمنا أن المدينتين حافظتا على تاريخهما منذ التأسيس إلى يومنا هذا تاريخيا وحضاريا وعمرانيا هذا من جهة كما أن مدينة فاس كانت عاصمة أسست لتقوم بدور عاصمة وهو نفس الشيء الذي قام في عهد الأدارسة وهو نفس الشيء الذي قامت به دور مدينة كيوتو في عهد أو العصر الهيان وذلك أن في كما أن الميزة التي ميزت هذه المرحلة هو أنه الأدارسة العلم كانت بداية الانفصال عن المشرق انفصال المغرب عن المشرق وتأسيس هوية محلية مغربية وهو الذي لازلنا نعتز به إلى يومنا هذا بعد 12 قرن أزيد من 12 قرن وكذلك مدينة كيوتو عندما تم تحويل من مدينة من العاصمة السابقة على ما أعتقد نازا ثم تحولت إلى مدينة كيوتو لتأسيس العصر الهياني الذي كان هو بداية الانفصال أو الاستقلال عن تأثير الصين هذا من جهة في حين أننا إذا عدنا إلى تاريخ المدينتين سوف نجد أن المدينتين عرفتا حضارة وثقافة جد كبيرة وكذلك أنهما بقيتا يمثلان دور العاصمة بالخصوص لأنني اتخذت فاس وكيوتو عاصمتان عريقتان فهاتين المدينتين قامتا بدور العاصمة لأزيد من 10 قرون بالنسبة لكيوتو لأن في سنة 1868 تم تحويل العاصمة إلى طوكيو لكن رغم ذلك فإن هذا التحويل لم ينقص أو يقلل من قيمة مدينة كيوتو وهو نفس الشيء بالنسبة لمدينة فاس التي بقيت تقوم بدور عاصمة منذ تأسيسها إلى يومنا هذا حتى وإن كانت يتم تحويل العاصمة مثلا في عهد الموحدين والمرابطين ثم في عهد السعديين إلى مدينة مراكش وفي عهد المولى سليم في عهد المولى إسماعيل إلى مدينة مكناس ثم تحويلها بعد الحماية إلى مدينة الرباط هذا لم يقلل